أيضا هتناول بالإضافة إلى مرافقة الأطفال مرافقة العائلات هي الإدماج المدرسي لهذه الفئة من الأطفال، الإدماج المهني، الإدماج الاجتماعي اللي مهم جدا واللي هي مسؤولية الجميع. نتعاون كلنا مع بعض كقطاعات دولة مجتمع مدني من أجل تكفل أفضل وإدماج مدرسي، إدماج مهني، إدماج يعني في كل الميادين. وأيضا ما ننساوش الموضوع المهم جدا وهو يعني التكوين المستمر لكل المتدخلين في مجال حماية الطفولة. إن شاء الله نشاط هذه الورشات راح ينطلق دوك وراح نشوفوا المساء إن شاء الله توصيات جديرة بالتطبيق في الميدان من أجل تحسين التكفل بهذه الفئة الحساسة من أطفال الجزائر. حنستبقوا يعني موج بالشيء اللي راه يتندار في الخارج، يعني حبينا ولا كرهنا راهم منافونس علينا، ولكن حنا ثاني قادرين على شقنا ونقدروا يعني التوحد. علاش حنا ولادنا يروحوا لفرنسا يروحوا ايطاليا لامريكا بلجيكا؟ الناس راهي تبيع في ديارهم تبيع في كلش باش تروح تداوي ولادها في 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 الخارج. لا اولويات حنا الاولويات التكفل، يعني دي سونتر لازم يكونوا نكونوا اطباء خاصه، يعني فورماسيون ماشي غير اطباء كل، لانه التوحد ماشي قضيه طبيب، كل المتدخلين لي زورتوفونيست لي بسيكولوج لي بسيكوموتريسيان ميم الاولياء حنا نديروا لهم سكون ابل لا غيدونس بارونتال. ما يخفالكمش الطفل التوحد لازم له 44 ساعه دو ستيمولاسيون في اسبوع، ما كاش يعني مركز يقدر يمد 44 ساعه مستحيل. لذا يعني العائلات حنايا لو كان يكون هذا لو سونتر مرجع يكونوا دي سونتر دو بريزون شارج تاع لي زونفون اوتيست كيما حنا في شراقه راح نكونوا العائلات.